تحياتي، بنجين أحمد من سوريا. يشرفني أن أكون هنا في ليوا 2020 الذي هو بمثابة عقاد للمصورين، حيث نحتك ونتداول الأفكار في الورش والمحاضرات. شرفني أن أقدم محاضرة وورشة عمل عن تصوير الخيول، تطرقنا فيها إلى شخصية الخيل وصفاته وسلوكه، ومن ثم أفضل السبل للتواصل مع هذا الكائن، ومن بعدها تحدثنا عن التكوينات الفنية في خلق صورة للخيول، وأنهينا الأمر بالإعدادات التقنية للكاميرا، ثم انتقلنا إلى الورشة العملية حيث قمنا بتصوير جوادين على تلال ليوا.